واللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسا الا وسعه. السؤال الاول سهل جدا وبسيط، من هو قائد ثوره 1919؟ قوم انت. ايوه فعلا هي اولها سين. سامي ركز يا حبيبي عشان حضره الناظر، اولها سين. ساميه. استاذ نادر دقيقه واحده، بالراحه يا ابني بالراحه. انت اسمك ايه؟ سعد زغلول. اسمك سعد زغلول؟ ايوه. مفيش فايده.